تفاصيل غريبة قوي عن قصة جواز سناء جميل من الصحفي لويس جريس اللي كان فاكرها مسلمة وكان بيحبها سنتين في السر، لحد ما راح اعترف لها بكل حاجة. وساعتها اتصدم لما ردت عليه وقالت له انها مسيحية زيه، وراحوا عشان يعقدوا الجواز في الكنيسة. فالقسيس طلب منهم شيء عجيب وصمم كمان عليه ورفض الجواز التم من غيره. فتابعوا معانا الفيديو ده عشان تعرفوا ليه القسيس رفض جوازهم وايه اللي حصل في النهاية. سناء جميل عاشت قصة حب جامدة قوي مع الكاتب لويس جريس، وبدأت علاقتهم لما تعرفوا ببعض في حفلة في جريدة روز اليوسف، وده لما كان شغال هناك وهي كانت معزومة في حفلة. الحب حصل بينهم من أول نظرة، بس هو كان قلقان عشان فاكرها مسلمة لأنها دايما كانت بتسمي الله قبل كل شيء وبتصلي كمان على النبي. استمر لويس جريس كاتم حبه في قلبه لمدة سنتين، لحد ما قرر بقى يطلب إيديها، واللي يحصل يحصل، وقال إنه هيشهر إسلامه عشان يتجوزها. فاستنى يوم عيد ميلادها وعزمها على الغداء، وبعد الأكل قال لها: على فكرة يا سناء، أنت عايشة لوحدك وأنا عايش لوحدي، ما تيجي نعيش مع بعض. فابتسمت وما ردتش، وقامت سناء جميل مشيت بسرعة وفضلت ما تكلموش شهر وزيادة. وبعدها بقى لقاها بترن عليه وبتقول له: لما انت قلت ان عايشة لوحدي وانت عايش لوحدك ويلا نعيش مع بعض، كان قصدك الجواز؟ قال لها: ايوة. فقالت له: طب نتجوز يوم السبت الجاي. اندهش طبعا لويس جريس ورد وقال لها: لسه في اجراءات لازم تتعمل، انا مسيحي زي ما انت عارفة، وعشان ينفع اتجوزك لازم اعلن اسلامي لانك مسلمة. قالت له: مين قالك اني مسلمة؟ انا قبطية ارثوذكسية يا لويس. فرح جدا لويس جريس وطلب منها انهم يتجوزوا جواز مدني عشان لو مرتحتش معاه تقدر تنفصل عنه، لكنها رفضت وطلبت انهم يتجوزوا في الكنيسة رسمي. بعدها اتعمل الفرح في الكنيسة ولبست سناء جميل فستان عادي من غير طرحة، وحضر الفرح اخو لويس وصاحبه بس، ومرضيش وقتها يحضر الفرح اهل سناء جميل لانهم كانوا مقاطعينها بسبب انها دخلت مجال الفن، وبرضو اهل لويس جريس اللي كانوا رافضين فكرة جوازه من ممثلة. ساعتها اعترض القسيس على انه يكمل الجوازة وقال لهم: فين المعازيم؟ الجواز لازم يبقى قدام كل الناس، ولا يمكن اعقد الجواز من غير معازيم. وبسرعة الصاروخ طلع رويس جريدة روز اليوسف وجاب معاه 35 واحد من اصحابه عشان القسيس يرضى يجوزهم، وقال لويس انه اتجوز سناء جميل بدبلتين سعرهم ما كانش يزيد عن 10 جنيه. اشترطت سناء جميل عليه انهم ما يخلفوش، وقالت له انها بتحب شغلها جدا ومش عايزه حاجه تعطلها عن الفن، ووافق وقتها لويس على شرطها وفعلا ما خلفوش. بس لما وصلت سناء جميل لسن الستين ندمت جدا على القرار ده، وقالت له: يا لويس احنا غلطنا، لو كنا جبنا ولد ولا اتنين كانوا وقفوا جنبنا دلوقتي. وفي النهاية بقى، يا ترى ايه رأيكم في قصة حب سناء جميل ولويس جريس الجميلة دي؟